ممثل الجهة الحقوقية، بغينا نعرفوا التحرك ديالكم في الموضوع ديال الكركارات. الموضوع ديال الكركارات في الواقع كان كيمثل لنا واحد الهاجس في، يعني كنا كهيئة يعني نقابية وكهيئة حقوقية كنا بغينا ندخلوا في هذا الموضوع غير ما مرة بحكم الطلبات الكثيرة اللي تلقيناها في هذا المجال. في واحد الوقت كانوا المطالب اللي عندهم علاقة بالكركارات هما إحداث مصحة أو مركز صحي، لأنه السائقين المهنيين اللي كيمشيو للدول الإفريقية يتعرضون لساعات ديال بعض الحشرات القاتلة. كان يعني كان واحد الإشكال آخر ديال السكانير ما كيخدمش يعني 24 ساعة، كان كيخدم مقيلة غير واحد المدة ديال 8 ساعات يمكن في اليوم، واللي ما داش فداك النهار كيتسنى حتى الغدا، وبالتالي كيكون واحد الطابور ديال الشاحنات يعني متوقفه، مع العلم انه هذيك الشاحنات يعني كتنقل مواد غذائيه يعني خضار وفواكه واسماك ولحوم وكذا. يعني اللي مرض تما كيمشي لإفريقيا كاين لا مرض كاين، ماتوا السائقين المغاربه بزاف يعني هادشي معروف. يعني هذه معاناه حقيقيه كيعيشوها السائقين المغاربه في هذاك المعبر. فما زاد الطين بله، يعني هو هذا الهجوم ديال هاد المرتزقه وهاد العصابات الاجراميه في هذاك المكان، بحكم ان المنطقه معروفه منزوعه السلاح ومعروفه يعني خاليه السلاح وهذا، فاستغلوا الفرصه هذوك العصابات الاجراميه وبداو كيدخلوا لتما كاينه وكيتعداو على السائقين المغاربه، كيتعداو عليهم كيديو لهم السلعه وكيديو لهم فلوسهم وكيكرفصوهم بواحد الشكل لا يتصور. ومن هذا المنبر نقف وقفه اجلال واحترام للجيش المغربي اللي في الصراحه يعني موقف الراسين ديال جلاله الملك ولا ديال الحكومه المغربيه يعني كان في المستوى، والتنفيذ ديالو كان اجمل وكان في المستوى اكبر يعني من طرف الجيش المغربي. وبالنسبه لهذه الاعتداءات وهذه المعاناه اللي كيعانيو منها السائقين في معبر الكركارات، واش هذه هي الاول مره ولا كانت اعتداء اكثر؟ لا، الاعتداءات كنعرفها انا كاينه سنوات، يعني لدرجه انه يعني مع الصمت ديال الامم المتحده في الموضوع والصمت ديال الجيران في الموضوع، يعني كانوا السائقين المهنيين يعني قاب قوسين او ادنى من انهم يديروا حتى هما يعني مجموعات ويدافعوا على رؤوسهم، يعني كانوا قربوا يوصلوا ليها، كانوا قربوا يوصلوا ليها، وبالتالي هذا نوع من الفوضى احنا ما كناش معاه، احنا ما كناش كنساندوا هذا الموضوع هذا المقترح هذا. ولكن اليوم الامور كتمشي بالشكل اللي كيفرح وبشكل اللي يعني كان الحمد لله نشكروه. كيبقى غير المشاكل الاخرى اللي خصها تتخذ بعين الاعتبار دابا هي هذه المسائل ديال ما هو صحي، لانه خص واحد المركز الصحي فعلا يكون تما كاينه باش اللي ما ملقحش يتلقاح، واللي يعني اسعافات على الاقل دار وفحوصات يعني اللي تضمن السلامه ديال السائقين المغاربه، لا اللي غاديين يخرجوا ولا اللي يدخلوا. يعني شفنا الفرحه عالمه ديال السائقين مجرد يعني صحيح صحيح، فرحه كبيره وكبيره بزاف، لان عصابات كانت كتهدد الارواح ديالهم، يعني اكثر هذيك العصابات موجوده، يعني ممكن الدبابه ولا الحشره القاتله ما تصادفكش في الطريق، ولكن هذوك العصابات كانوا يعني جالسين في الكركارات، بمعنى انهم حتى من البنيه التحتيه راكم غتكونوا شفتوا بعض الصور وبعض الفيديوهات، كانوا كيقلعوا كاع الترصيف وكيقلعوا يعني الطريق وهذا باش هذيك البلاصه ما تبقى صالحه لحتى شي حاجه، وبالتالي هما ضد حتى القوانين الدوليه وضد المتعارف عليه دوليا بصفه عامه. وبالتالي احنا يعني اليوم فعلا التدخل ديال الجيش المغربي يعني اعطى
واحد النوع ديال الطمأنينة وواحد النوع ديال الارتياح لهذوك السائقين المهنيين اللي غالبا هما بهذه الفرحه ديالهم اليوم تهضر معاه راه ما غاديش يتفكر بلي راه كاين واحد الحشره قاتله في افريقيا ولا شي حاجه. يعني الهم ديالو كان هو هاد، ولكن حنا بحكم المسؤوليه ديالنا يعني كممثلين ديال القطاع النقل في المغرب يعني كنتمناو ان هاد الامور تيتخذ بعين الاعتبار ان شاء الله. وشكرا. ما تنساوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.